ينضم إلينا من الدوحة رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج الإماراتية رائد برقاوي. أهلا بك سيد برقاوي، أبرز ما يلفت في هذا البيان الختامي. أهلاً. البيان الختامي ركز على في الحقيقة على ثوابت أساسية تتعامل معها دول مجلس التعاون الخليجي على يعني فترات سابقة منذ 35 عاما، لم يكن جديد كثيرا في ما يتعلق في البيان الختامي باستثناء طبعا الحديث عن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويلات والحديث عن استقرار المنطقة، هذا كله يعني دائما هي في ثوابت دول مجلس التعاون الخليجي. ركز الجانب الأهم فيه كان على دعم خارطة الطريق للرئيس السيسي، وكان هذا دعم لمصر، وهذا يعني كان يعني حظى بإجماع بما فيه يعني دولة قطر وكل الدول الخليجية. الحقيقة يعني قمة الدوحة كانت من أهم القمم التي عقدت على مدار السنوات الماضية، وكانت مفصل يعني أساسي في استمرار عمل دول مجلس التعاون الخليجي. ركزت يعني عملية ممكن نقول عنها أن يعني قمة الاستقرار حافظت على استقرار هذا الكيان، لأنه المنطقة كلها في مرحلة يعني فوران، مرحلة اضطرابات سواء أمنية أو اضطرابات سياسية في العديد من الدول، فهي حافظت على يعني ليس فقط الكيان الخليجي، حافظت على الجزء الأكبر من الكيان العربي، فكانت هي قمة الاستقرار، لأنه جاءت بعد معروف بعد خلافات كانت عميقة بين بعض الدول الخليجية، وتمكنت بعد اتفاق الرياض من ترسيخ هذا الاتفاق وتحويل مجلس التعاون إلى مرحلة جديدة، يعني هي مرحلة الاستمرار في هذا الكيان، لأنه غير ذلك كان الأمر سيكون خطيرا. فيما يتعلق بمصر بالتحديد، إلى أي مدى سيساعد البيان أو ما جاء في البيان الختامي ويعني يؤدي إلى الاستقرار في مصر مع توحد الرؤية الخليجية بشأن خريطة الطريق؟ هلا نأمل من جميع الدول التي وقعت على البيان الختامي الالتزام بهذا البيان. الكلام كان جميل، العبرة الآن في التنفيذ على مستوى دول المنطقة. أعتقد الكل جاد، لأنه لم يعد هناك مثل ما كما يقال مزاحا في هذا الموضوع. يعني مصر إذا لم يتم دعمها في هذه المرحلة، المنطقة العربية كلها ستكون على شفا هاوية، بما فيها العديد من دول الخليج، لأن الإرهاب والعبث الأمني لا يرحم، لم يرحم أحد ولن يرحم أحد، فبالتالي استقرار مصر سيكون جزء أساسي من استقرار دول الخليج، وبالتالي من هون جاء يعني التركيز والتأكيد على أهمية دعم مصر في هذه المرحلة الحرجة بالمنطقة العربية. هل من رسائل جديدة لمستها في البيان الختامي نحو إيران؟ إيران يعني تكرار الثوابت، الموقف من دعوة إيران إلى التعاطي بإيجابية مع موضوع احتلال الجزر دولة الإمارات، والموضوع النووي، أن الحديث عن موضوع يعني الوصول إلى اتفاق سلمي بهذا الخصوص. ما أعتقد هناك أكثر من يعني ما قيل في هذا المجال، لأنه هي كمان نفس القصة، يعني إذا ترجع للبيان السابق واللي قبله نفس الكلام نفس الحديث، كان التأكيد على ثوابت دول المجلس. لكن ما لاحظته أنه في البيان الختامي لم يتطرق إلى موضوع أساسي ممكن وقد يؤثر كثيرا على دول المنطقة، وتحديدا الدول الخليجية اللي هي في غالبيتها دول نفطية. موضوع النفط تراجع بشكل قاسي في الأشهر الماضية أو في الأسابيع الماضية، وفقد أكثر من ثلث قيمته، وبالتالي سيؤثر ذلك على ميزانيات بعض الدول الخليجية، وإن لم يعني ويبدو أنه الدول الخليج لم تكترث لهذا التراجع، لأنها تمتلك يعني فوائد كبيرة يمكن استخدامها للاستمرار في عملية التنمية. هذا الملاحظ أنه النفط لم يأخذ
حظه في البيان الختامي مع أن طيب سوريا سوريا سيد رائد برقاوي تحدث عن الموضوع. سوريا هل أخذت حقها؟ عفوا ماذا عن سوريا، هل أخذت حقها في البيان الختامي؟ أخذت حقها، وكمان تأكيد على الثوابت، يعني أنه لا تعامل مع نظام الأسد ولا ودعم الشعب السوري في قضايا، ودعوة يعني ودعم فكرة إمكانية أو فكرة الشعب السوري له الحق في الدفاع عن نفسه في مواجهة النظام السوري. غير ذلك لم يكن غريب على، وهذا موقف مشترك لكل معظم يعني غالبية الدول. دول مجلس التعاون. نعم، شكرا جزيلا لك رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج الإماراتية.